السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير نجاح. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامله مهنيين وكامله ملاح. اليوم انا رايحين نقوموا بعمليه تفريز، يعني اون فاكونجلي التوم تاعنا. على بالكم بلي كلا سيزون دوك تاع التوم الوقت ديالو ولو بري راهو اللي كهبط، راهو دوك تاع كيفاه 8000 لو كيلو. صافي سي لوكازيون باش نشروه ونبداو نقومو، يعني نشرو الثوم العوله تاع العام. كنا زمان نشرو هكا الربطات، يعني قيس العام كل واحد على حساب افراد العائله واش يستهلك في العام، ونعلقوه ينشف، وكي ينشف نبداو نستعملوه. دوك هاديك سا مارش بلو، هاد الطريقه ما ولاتش تمشي، ولينا في مده قصيره الثوم ديالنا توت سويت يولي خاوي، يولي يعني من الداخل فارغ، ويولي يدير هادوك لي جيرم، هادوك العروق، وابارامون هادوك العروق راهم مضرين بالصحه. الوغ اوني اوبليجي باش يعني نكونجليوه، والحق يكارد لا سافور ديالو واللي فيتامين تاعو، وزيد اون بليس لو غو ما يتبدلش، وهذا هو الشيء المهم في هاد ليستوار. الوغ واش نسحقو؟ نسحقوا بيان سور الربطه تاع الثوم، شحال عندكم يعني يعني الكميه اللي راح نديروها. بروفيتيو دوك شروه بيسك لو بري ديالو جو بونس با راح يهبط على هذا الشيء، والله اعلم. وزيد اون بليس ما تسناوش حتى نيبس، لازم يكون هكا دومي نص، ما مليح كي يكون خضر كامله غير الورق الداخل، ما مليح كي يبس كامله، هكذا يجينا ساهل باش نكونجليوه. نسحقوا الثوم طبعا، نسحقوا اميني اشوار تاع الكوزينه تاع كل يوم اللي نلحو به البصل ونلحو به لي طوماط و سا، ونسحقوا دي بواط ولا بلارات باش نكونجليو الثوم تاعنا. اول حاجه نسحقوا بيان سور دي غون، ما تخلوش يديكم ديريكتومون، ومن بعد ريحه الثوم تبطى باش تروح تعودوا تريحوا كامله الثوم. اول حاجه نديروها دوك نقطعوا الريسان تاع الثوم. دوك نشوفوا معايا بيان سور نحطو هادوما، ما نديروش تلوث البيئه، نحطو ان ساشي كبير هكذا ونلمو كامله، ونيتوا لو بلون دو ترافاي ونبداو الخدمه ديالنا. اول حاجه نديروها انا نحكمو ليانا، نديرو فيها ساشي هكذا باش من بعد تيك يجينا ساهل، يسمى نحو هاد القشور نرفدوهم ونرموهم في لابوبال. اول حاجه نديروها نقو القشره الفوقانيه هادية تاع التوم، كاين هذه الفوقانيه هكذا، وكاين هذه اللي تحتها، حاصون حتى تتلحقوا لهادوما وين يبانوا الحبات هكذا. كاين زوج، كاين فوقانيه اللي هي حمراء، وكاين هذه اللي تحتها. ومن بعد هنا كي نقيناها هكا، شوفوا كيما هنا مازال هذه، شوفوا ها هاني نحيتها ها، حتى وتشوفوا الراس تاعنا تاع الثوم ولاو يبانو الحبات ديالو. ها هيليك، ومن بعد نجو نحو هاد لابارتي هكذايا بالموس، شوفوا برك موس يكون شويه مليح. فوالا، ومن بعد هايلي كيما هنايا مازالت اون بارتي، هايليك هاني نحيتها. ومن بعد واش نديرو؟ نحلو الراس هكا على النص، ونحو الجزء هذا هذا، لازم كي تحلوها كاين واحد العرف هنا يجي يابس، لازم نحوه. شوفوا، ومن بعد نحي بيان هاد لابارتي، ومن بعد نقسم الراس ديالي هكا نحطهم هكذا، ونحطهم في الميكسر تاعي. نزيدو حبه واحده اخرى، نحو قلت لكم القشره الفوقانيه، حتى نلحقوا الحبات تاع الثوم. ديجا هذا وبدا يعني وبدا يبس، نزيدو نحو هاد لابارتي هكذا، ونقسمو الراس تاعنا على النص. هاوليك هاكو تشوفو هنايا هدايا، هذا اللي يجي يابس هذا هو اللي نحوه. كاين اللي تلقاو فيهم، كاين اللي ما تلقاوش فيهم، نفيريفي برك
حبه تاعي نحيلها هذا ثاني كليبس اللي منا ونحيها هذيك القشره هذه. نتاكدوا بلي القشره الفوقانيه رانا نحيناها حتى يبانوا الحبات تاعنا. فوالا هكذا الثوم ديالنا راه واجد باش نحيوه. هنا كيف كيف راكو تشوفوا هاد لابارتي ها هيليك. نزيد نتاكد بلي نحيت لابارتي اليابسه كيما هنا ها هي مازالت ها هيليك. وهاد الثوم الحمراء هي اللي مليحه دواء. على بالكم بلي الثوم سي تان انتيبيوتيك مليح كي ندخلو في الاكلات تاعنا، يعني اللي ياكلوا الثوم ناس يعني قليل باش تمرض. قولوا لي الحاجه اللي خلقها ربي كامله مليحه. هنا ها هي ديك نحو هاد لابارتي ها هي ديك اليابسه نزيد نحي منها مليح. هكذا نسعو خاطرنا برك معاها. فوالا تري بيان ونحطوها هنايا. انا نكمل دركا ونعاود نولي لكم. درك هنايا انا لحقنا المرحله تاع كيفاش نرحو الثوم ديالنا. واش نديروا له؟ نديروا له شويه ملح ماشي بزاف، على بالكم الملح راهي ماده حافظه. دوك كاين الناس اللي يحبوا يديروا شويه زيت، كاين اللي ما يحبوش. انا جو بريفير كي نجي نحطو في لي بواط ندير له شويه زيت باش يجيني ساهل كي نجي نستعملو. نرحيوه دركا. هاوليك هنايا كل واحد كيفاش يحب يرحيه. شوف دوك نوري لكم انا هكذا، انا دوك نزيد له غير شويه. هاوليك كل واحد كيفاش يرحيه. كاين اللي يحب يرحيه بتدخل رطب كامله، كاين اللي يحب يخليه كيما لا تيكستور تاع كيما كي نرحوه في يعني ندرسوه في المهراس. انا دوك نزيد له شويه وخلاص. هاوليك القوام انا لاني حابه نتحصل عليه. دوك نديرو في لي بواط ونعاود نولي. انا يا هنايا حطيتهم في دي بواط كيما هكا صغيورين. هي دو بريفيرونس تشوفوا بلارات صغار ولا يعني بايط هكذا صغار باش ومن بعد انا كيفاش ندير كي نكونجليهم ماشي نقعد نجبد من الكونجيلاتور ونعاود نرد. انا كي تخلص لي باطا نهبط وحده للثلاجه ونعاود نستعمل منها حتى تخلص لي في يعني في الفريجيدار ما يصرى لها والو. انا في هاد يعني في هاد المرحله ندير لها شويه زيت هكذا كيما راكم تشوفوا. نسي نخلطها هكذا ونغلق ما بواط. نغلق ما بواط ونحطها في الكونجيل. كي نحب كي نسحقها نتخلص لي يعني الثوم نهبطها للتحت ونقعد نستعمل بها تعود طريه تعود لبس بها. هذه هي انا نكمل كميه كامله ونعاود نولي لكم. انتبهوا معايا هنايا مليح. اكو شوفوا انا في الربطه اللي شريتها كاين اللي جات فيهم طريه مازال ما يبستش وكاين اللي كوما يبست. شوفوا هذه الوسطاني تاعها كيفاش خشين. شوفوا شوفوا شحال خشين. وشوفوا الحبات هنا كيفاش دايرين. شوفوا كلي فيهم القشره خشينه. هذه يلزم نحوها كومام باسكو جات يابسه ماشي طريه. صافي كنتوما كومام انتبهوا اللي تجي طريه راكو تحطوها ديريكتومون واللي تشوفوها دارت قشره يابسه هنايا تنحوها بيان سور باش ترحوها. فوالا انا كملت هنا الكميه اللي كانت عندي كامله رحيتها وحطيتها هكا في لي بواط. دوكا ما قعد لي غير نحطها في الكونجيلاتور. انا هنا نوري لكم. هاهوليك
شوفوا يعني القوام ديالها كيفاش. هاهو ليك شوفوا، اللي تحب ترحيها اقل من هكذا ترحيها، اللي تحب تخليها كومين بوماد كيف كيف يعني، هذا يرجع لكم كل واحد كيفاش يحب يكون التوم ديالو. هاهو ليك فوالا اخي، قلت لكم كيفاش الطريقه. وانا نصيحه يعني نمدها وكل واحد يدبر راسو. من بعد انا دركاتيك هدايا كي نكونجليه ما نستعملوش دركا، هذا انا خبيتو عوله، دوكا نقدروا نشرو ون يعني نعلقوه ونستعملوه نقوه، ولا نقوه ونديروه في اون بواط بلا ما نكونجليوه، نحطوه تحت في الفريجيدار يقعد ما يصرى له والو، نرحوه نديروا له شويه زيت ونحطوه في الفريجيدار، ومن بعد نقعدوا نستعملوه فيه، نقدروا ميم في لي غوند هذوك في بلارات كبار ونستعملوه. هذا دو بريفيرونس نخلوه للعوله كي بدا يطلع له الشان ويولي، على بالكم هذا العام لحق حتى ل 2000 دينار، حتى ل 200000 و 170 و 140 يعني لو كيلو، كي بدا يطلع له الشان تما كنخرجوا العوله ديالنا. هنايا جبت لكم كان ديجا عندي كونجلي، ها هو لي كيفاش يكون القوام ديالو. هنا هذه راهي كونجلي ملي كانت عندي، شوفوا هاولي كي تحبوا تجبدوا منها. ها هي لك كيفاش، ها هي لك سهله الجبيد. علاش؟ باسكو انا دايرت لها شويه زيت، هذيك شويه تاع الزيت والملح قلت لكم ماده حافظه، بيان سور كي تجو دوزنو وفات اتونسون في الملح بيسك ديجا فيه شويه ملح. هذه هي يجي ساهل، وكاوي الناس اللي ما تحبش تحطو في التلا يعني في الثلاجه تخلي غير في الكونجيلاتور، هذا هو القوام وهو كونجلي. هذه هي، ان شاء الله نكون فدتكم اليوم، والى تدبيره واحده اخرى والى وصفه، نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.